مناشدتنا آذانا صاغية، فإننا نعلم بأننا سنبدا بالإضراب عن الطعام من يومنا هذا. هكذا يحتج مقاومو تعز بعد أن تقطعت بهم السبل في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رابطة إعلاميات تعز لمناشدة السلطات الحكومية بسرعة توفير ما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية ورفض المستشفيات بطواقم طبية متخصصة لصعوبة نقل المرضى للخارج. الحصار الذي تفرضه الميليشيا وقوات المخلوع صالح على المدينة يجعل المستشفيات القليلة الباقية بعد استهداف أغلبها بالقصف المستمر عاجزة تماماً عن تطبيب أوجاع العشرات من الجرحى. لأنهم أولاً خرجوا تحت شرعيتكم وناظروا وجاهدوا وقاوموا بمظلة الدولة اليمنية الجمهورية اليمنية. الإهمال وتخاذل السلطات الرسمية سبب آخر لتفاقم معاناة وآلام جرحى المقاومة الذين تغيب أوجاعهم وجراحهم عن أجندة المفاوضات المرتقبة. من نجا من الموت برصاص وقذائف الميليشيا يخشى أن يكون ضحية للمرة الثانية، لكن هذه المرة ليس برصاص المعارك بل بالإهمال وترك جراحه مفتوحة حتى تفلح في تحقيق ما عجزت عنه الميليشيا.